عيد سبتمبر يعني الكثير لي ولكل غيور وكل كل الشعب اليمني. ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم، وها نحن اليوم نحتفل بالذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بكوكبة من شباب الكشافة والمرشدات يجوبوا شوارع محافظة مأرب بهذه الذكرى وهذه المناسبة الغالية على قلوب اليمنيين قاطبة. سعداء ونحن نشارك في هذه المسيرة والعرض الكرنفالي بمحافظة مأرب المتمثلة في 400 شاب وشابة مشاركين في هذا العرض الكرنفالي. شاركنا في المهرجان لثورة 26 سبتمبر من أجل أن نحيي إرث أجدادنا الذين قاوموا الإمامة والاستبدال في وجه الإمامة.